أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا. يا مرحبا الساع وكل ساع. جو دبي عالمي كالعادة. اي والله ان شاء الله يا رب توصلون سالمين. يا مرحبا يا مها، شو اخبار زوجك يا مها؟ وينه؟ شل الزقارة يا ابو هاشم، لا تشوفك ام هاشم وانت تدوخ. ها ابو هاشم، يا سلام على المبدعين. مها خليهم فاهد تدخل. اي اجتماع يا نايف، شوف الرجال شو يسوي، شوف شوف. حبيبي يا حبيبي يا فيصل مسفر، وين عاد مبطين منك يا فيصل؟ والله مسكن هناك فوق لو ببلاش، والله مسكن. هلا وين ام فهد؟ وينها؟ موجود ام فهد؟ اوف شوف اكيد ارشد انجل باور جدام، اكيد ام فهد دخلت. يا مرحبا بالغاليه فديتك ام فهد. فيصل مسفر شفت هذيك؟ هذيك الاوبرا، اوبرا دبي. جهز نفسك قريبا ان شاء الله. غطيته على وجيهنا يا اخي مهند. هلا محمد الغالي، هذه وش هي؟ باشم تسلم عليكم فهد. الله يسلمها، سلمني عليها. احنا يا فهد قاعدين نتعشى في ام الشريف، شبعنا، جابوا لنا المقبلات وشبعنا. عاد باقي المين كورس. خلص العرض. ايه يقول لي ابو هاشم، يقول فتح في الرياض، بعد في جده فتح ام الشريف يا ابو. هلا حبيبي. بس باخذ رايك، اي فلتر حط فيهم؟ ما ادري، انا دحين فاتح لايف حبيبي. بس اخلص واقول لك. ايه 350 رخيص حبيبي.
واحد كاتب ام شريف في الرياض في جده ب 350 الشخص. يدوب. ها؟ يدوب 350. ابو هاشم يقول لك يدوب. ست منيو يعني كامل. يا حبيبتي يا ام فهد، ترى احنا جلسنا هنا عند الباب. يجينا لسعة مكيف حلوة تبرد قلوبنا شوي. يا مرحبا يا ام فهد، يا مرحبا. الغترة خربانة والكشخة وما ادري. ام فهد حبيبتي يا مرحبا. هذا ايش هذا؟ لحم مشوي. حبيبتي ام فهد صراحه انا كل اكلكم لذيذ، ملاحظه الوحده بعد الله يسعدك يا ام فهد الغاليه. وبعد تويتر المفروض ما تدفعونا عشاء اليوم زين؟ الطاوله كلها مقدمه. والله والله ما تغدي اكرم منا. لا طو انا ما اكل دجاج ولا حط عشان خاطرك بس يلا بس واحدة واحدة اليوم والله عشانك انا ما اكل دجاج. الدجاج للدجاج فقط. صح انا قلت احب الدجاج. ابو هاشم خذ يا مهند وين اكل؟ ما تاكل دجاج بعد انت ابو هاشم؟ ام فهد حبيبتي شنو هذا؟ شركسية الدجاج. والله هذه زوجتي تحبها بس خلاص حبيبي شكرا. بس حط لي بدون دجاج، حط لي رز بدون دجاج. هذا شنو بعد؟ صوص. اوكي شكرا. هذا انا باكله عشان مدامتي تحب الرز هذا. انا غلطت ولا شنو؟ ابو هاشم يقولون مدامتي ولا المدام تحب؟ عادي في الغلط. والله لا يعني اهم معالم ابو هاشم وبرج خليفه يعني. لا ولمع الوجه كمان بعضو. يا مرحبا. سوينا له كل واحد يمثل اخلاقه ويمثل تربيته ويمثل اهله. عملنا له بلوك وبندعي له بعد بالصلاح الله يهديه ويصلحه يا رب العالمين. وهذه من الدعوات اللي تصيب يعني انك انت تدعي لواحد بالخير وما تعرفه. اسعدتونا بيض الله وجيهكم على وقتكم اللي اعطيتونا اياه، احنا اللي ممنونين لكم.